صباح الفل على كل متابعين كورس الامريكان اكسنت في كل مكان وفي كل دوله. شابو لكل الناس اللي قادره تتابع لغايه دلوقتي. عامه في كل الكورسات لما بنيجي بنبدا حاجه الهمه والنشاط يعني ما بيفضلوش زي ما هم، في الناس شويه بتقع كده في النص، فخلاص مش كل ممكن نبدا مثلا ب 50 حد مثلا وفي الاخر مثلا ينتهوا ب 10 مثلا او حاجه. من غير كلام كتير مش عايزه اطول في المقدمه، ولكن لو انت بتتفرج عليا لاول مره فانا خديجه ابو بكر وانا بدرس انجلش بقالي 7 سنين، وانا دلوقتي حاليا في امريكا وبعمل الكورس ده عشان انا بحب الامريكان اكسنت وعاملاه للناس اللي بتحب الامريكان اكسنت. لو انت حد مش بيحب الامريكان اكسنت بتحب البريتش اكسنت مثلا ما فيش مشكله، برضو الكورس بيتعامل مع صوتيات في المطلق حتى لو مش موجوده، يعني موجوده في اللهجتين بشكل عام، هي الاصوات اصلا الموجوده المتحركه والساكنه. ودايما بنقول ايه اللي بيتنطق هنا امريكي وايه اللي بيتنطق هنا بريطاني. ولو انت عاوز تتابعني على الفيسبوك فانا صفحتي باسم بنفس اسم قناه اليوتيوب خديجه ابو بكر English Mentor، وبرده صفحتي الشخصيه اصلا برده باسم خديجه ابو بكر، وعلى الانستجرام خديجه اندرسكور ابو بكر. يلا بينا نبدا بقى النهارده. المره اللي فاتت قلت لكم ان النهارده هيبقى حاجه دسمه كده شويه علشان هنبدا حاجه مختلفه ما اتكلمناش عنها قبل كده، حاجه اسمها diphthongs. قبل ما اقول لكم ايه هي عاوزاكم يعني عاوزه اوريكم كده بشكل بسيط ايه هي الديفثونجز. تعالوا كده معايا. بص يا سيدي، الديفثونجز عامه كلمه ديف هي هنا البي اتش بنطقها ف ساوند، تمام؟ فبقول ديف وبعد كده thong، فاكرين هنا الساوند اللي احنا هناخده في chapter number 2 اللي احنا خلاص بنقرب له اهو اللي هو الان ساوند، فبقول diff thongs diff thongs. طيب هو ايه اصلا الديف thong؟ سؤال جميل. طيب الديف thong ده يعني صوتين متحركين مع بعض عملوا combination فعملوا لي صوت جديد خالص. يعني ايه خديجه؟ يعني اوريك اهو، يعني زي ما انت شايف هنا مثلا ده لو انت متابع وبتذاكر هتعرف انه ده مثلا الا ساوند، صح؟ وهتعرف برضو ان ده الشورت اي اللي هو اي ساوند. فلما باجي اخد الا مع الاي ساوند بيعمل لي ساوند جديد مختلف تماما اهو، بيبقى ده شكله. والساوند ده اسمه ايه بقى يا خديجه؟ الساوند ده اسمه اي. تاني اي، سهل هو بيتقال كده صح، بس هو صعب قوي لما بيكون في الكلمه، هقول لك كمان شويه. طيب مثال كمان على الديفثونجز اهو، الساوند ده لو انتوا فاكرين ده الا ساوند، تاني الا اللي هو زي ايه؟ زي جاب، صح؟ طيب وده هو برده اللي هو الاي ساوند. لما باجي بقى اخد الاثنين مع بعض بيعملوا لي ساوند جديد مختلف تماما اللي هو بيبقى ديفثونج ويبقى اسمه اي، اي ساوند. سهله صح؟ اي اي A I A I، ما فيهاش مشكلة. طب ما تيجي كده نشوف بقى الكلام ده بقى بشكل عملي في كلمات وحاجات كده، يلا بينا. دلوقتي هنروح بقى نرجع للكتاب ونشوف في الكتاب كده الدنيا عاملة ازاي. ادي يا سيدي الكتاب اهو، ده الـ A sound اللي احنا قلنا عليه. كده احنا خلاص فهمنا انه ده كده اسمه diphthong لانه هو بيبدأ بـ vowel sound معين وبينتهي بـ vowel sound معين، يعني بيبدأ بصوت متحرك وينتهي بصوت تاني، فبيعمل لي اصلا بيفورم sound جديد خالص. حلو؟ طيب يلا نبدأ بقى. اول كلمة واللي هي الناس تقريبا يعني عايزة اقول بلاش 95% منهم بينطقوها غلط الكلمة دي، خليني بقى أكبر كده عشان الناس قالت لي لما بتكبري كده الدنيا بتبقى أفضل. طيب ال 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 verb ده هتلاقي ناس بتقول لك take، صح؟ أنا سمعتها وأنت سمعتها وهنفضل نسمعها. طيب هنا ال letter A ده هو ده ال A sound ده، بمعنى إن أنا عندي ده كده أنا مش هقول take. لو خلينا نفتكر ده صوتين مع بعض صح؟ يعني هو بيبدا بشكل وبينتهي بشكل، فبقول A اهي ادي الـ A sound A، في يه في الاخر، يه في كده يه كده لا يمكن تخطئها يعني ودانك، صح؟ ده هيخليني لما اجي اقول تيك راحت فين اليه؟ مش موجوده صح؟ عشان كده هو كده النطق مش صحيح. هنا لازم اقول تيك تاني take. سمعت ال yet sound ولا لا؟ لو سمعته يبقى انا كده صح، لو ما سمعتوش يبقى انا كده غلط. طب ما تيجي ناخد كده examples ثانيه.
تعالى كده ناخد نشوف كده النطق بتاع الكلام ده. شايف دي اهي هتبقى ايه؟ late. وفي الامريكان بقى هما they hold ال T، دي اللي هناخدها في chapter number 2. They hold ال T فبيقولوا late. تاني late. فانت عندك late late، انا هقولها لك بالتي دلوقتي عشان تسمع بس الفرق. late سامع اليا ولا لا؟ طب لو انا قلت late راحت فين اليا ساوند؟ اختفت كده، انا بقول غلط. تمام. طيب نيجي اللي بعديها came. لو قلت came فين اليا؟ راحت اختفت، يبقى كده غلط. تمام، لازم اقول came. A الA دي لازم تكون موجودة. تمام، came take save save مش save save rain wait pain aim say. شوف انت لما بتقول say في A واضحة قوي لأنها في الآخر. away play monday they survey obey way eight neighbor freight. تعالى بقى كده اسمعك الاوديو الجميل. طيب شغل بس الساوند عشان تسمعه. حلو. طيب ده كده تراك نمبر كام اللي انا دايما بنسى ابص عليه؟ ايه دي؟ يبقى الناحيه الثانيه فين؟ ماشي، سي دي 1 تراك 13. تمام، ادي سي دي 1 وادي تراك 13. A as in take. ركز بقى. The lips are not rounded and they are relaxed and the tongue is tense, moving from mid-high position to high position. The common spelling patterns for this sound are A plus consonant plus E as in late, came, take, and save. AI as in rain, wait, pain, aim. AY as in say, away, play, Monday. EY, as in they, survey, obey. And EIGH, as in way, eight, neighbor, and freight. The less common spelling also includes the letter A, as in April, alien, and angel. نركز بقى في اخر حاجه هي قالتها هنا، شهر ابريل لما باجي اقوله. هنا بقى الاي ساوند موجوده في الاول هنا اهو بالظبط. هنا ثانيه واحده، هنا اهو دي الاي ساوند، فبقول اي بعد كده pearl april. تاني april april april. هنا نفس الكلام موجوده برضو في الاول alien. تاني alien. هنا نفس الكلام A angel angel. يبقى تاني April alien angel. حل حل. طب ال word pairs، ادي يا سيدي ال word pairs. تعالى كده اما نشوف ال word pairs. حب انا ال word pairs لان هي بتجيب لك ايه؟ كله، يعني بتجيب لك كل حاجة في نفس ال في اكتر من كلمه. طيب نمبر 1 the same same مش same، لانه same مفيش كده، انت هتعرف تصحح لنفسك. ما قلتش الياء ساوند بكده غلط، لازم انت تسمعها قبل غيرك. تمام، يبقى same the same day the same day stay away escape escape from jail. طيب نسمع ونكرر كده سوا، يلا بينا. As long as 13, but 14. Word pairs. The same day. The same day. Stay away. Stay away. Escape from jail. Escape from jail. Take a break. Take a break. Stay the same. Stay the same. Explain the situation. Explain the situation. Play baseball. Play baseball. 88. 88.
Bake a cake. Bake a cake. Save the whales. Save the whales. كم حاجة أحب اللي أنا بس يعني أكد عليهم تاني. Number three. هنا قلنا إيه؟ تاني قلنا escape. Escape. وهنا take a break. مش break. A break. تمام. وإيه تاني يا خديجة؟ هنا. هنا بنقول base. Base. الأي موجودة هنا. Baseball. طيب وهنا يخبز. Bake. Bake. A cake. Cake. هنا A و A. Save the whales. هنا ال L اللي هي dark L لأن قبلها جي long vowel. هناخدها دي بعدين بالتفصيل من أكتر الدروس اللي بحبها أوي صراحة. يبقى save the whales. تمام؟ تمام. طب ما نروح بقى الحاجات اللي انتوا عارفين اللي بحبها جدا اللي هي ايه؟ اللي هي ثانية واحدة. اللي هي ال contrasts. هنا بقى ال contrasts موجودة فين؟ هقول لكم. لا مش هنا. موجودة اوكي. فين يا خديجة؟ طيب هي موجودة هنا بس انا مش فاكرة كانت مع انهي ساوند بالظبط. ثانية واحدة. اهي. هي موجودة مع الأه ساوند ومع الأي. يعني احنا قلنا أصلاً ان هي بتبدأ بأه ساوند وبعدين إيه ساوند فبيعملوا الأي. هنا بقى هو عمل لك هنا الورد كونتراست اهو شايف ما بين إيه شايف ادي الأه ساوند الأ والأي صح؟ نمبر 1 مثلاً pen pain أ A. Sell. Sail. A. A. Wet. Wait. A. A. اسمع كده مع بعض ده track number 19. Okay. Track number 19. يلا بينا. 18-19. Okay. Quick review. Vowel contrasts for E and A. Make sure that you don't pronounce these pairs of words the same. Pen. Pen. Pain. Pain. Sell. Sell. Sail. Sail. Wet. Wet. Wait. Wait. West. West. Waste. Waste. Tell. Tell. Tail. Tail. Ed. Ed. Aid. Aid. Test. Test. Taste. Taste. Men. Men. Main. Main. هنا برضو نفس الكلام بس جايب ال contrast في word pairs. تعالوا كده نجرب مع بعض. Less. Rain. Taste. Test. واخدين مالكو. A. A. Taste. Test. Neck. Pain. Neck. Pain. Fell away. Wet day. A. A. Main. Men. A. A. Great. Dress. A. A. Headache. 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 لما نيجي نقولها ساعات بسرعة شوية تبقى headache. اللي هو يعني كده بسرعة. طيب ده كده الـ A اللي احنا قلنا عليه. طيب يا خديجة. الساوند اللي هو الثاني بقى اللي قلنا عليه احنا كده خدنا الاي في ساوند ثاني بقى جديد اللي هو الاي ده سهل ما فيهوش بحاول اجيب لكم حاجه اللي هي صعبه سيكه مع الحاجه السهله سيكه عشان ما يبقاش درس صعب قوي. طيب نروح كده. بص يا سيدي ادي اهو الاي ساوند مع الاي ساوند الكومبينيشن بتاعهم عمل لي اي زي تايم تايم. طيب عاوزيني يا خديجة بقى نروح الدرس ده يعني الساوند ده صغنطوط وسهل قوي قوي يعني. طيب اهو اهو fly sky apply وهنا مش بقول apply لا up هنا في شوا هنتكلم عنها بعدين apply style nice
kind, fine, sign, light, fight, sight, night, lie, tie, tried. هل عاوزين تسمعوها؟ سمع يعني حاسه بيكو، انا حاسه بيكو. خلوني بس اشوف التراك نمبر، نشوف اللي تحتي. اوكي 58. حلو، تعالوا كده نسمع A B C D track 50. ثانيه واحده اهو 58. I as in time. For the I sound, the lips are open and not rounded, and they close a bit when moving to the it position. The tongue is relaxed, and it moves from a flat to high position. The common spelling patterns for this sound include the letter Y, as in fly, sky, apply, style. The letter I, as in nice, kind, fine, sign. The letters IGH, as in light, fight, sight, night. Mm-hmm. And the letters IE, as in lie, tie, and tried. حلو، تمام؟ تمام. طيب word practice, pairs for practice بقى؟ ماشي. دي آخر حاجة هناخدها النهاردة. تعالوا كده نسمع. حقونا دي 58 يبقى 59. All right. 59. Word pairs. Lime pies. Lime pies. White wine. White wine. Fly a kite. Fly a kite. Nice try. Nice try. Nine lives. Nine lives. Bright light. Bright light. Fly high. Fly high. Sign on the line. Sign on the line. Fine dining. Fine dining. 99. 99. بس يا سيدي احنا كده خلصنا صوتين بس. باي ذا واي احنا ما خلصناش صوتين من الديف تانز، احنا اكشلي خلصنا ثلاثه عشان لو انتوا فاكرين الار ساوند بتاع اللسن نمبر 5 اللي خدناه المره اللي فاتت ده اكشلي ده ديف تانز، لان هو بادئ ب ا وبعدين ار اللي هو الرا ساوند. فبس هنا الفرق انه ما نقدرش نقول عليه ديف تونج قوي لان هو فيه مش تو باولز، هو فيه يعني هو فيه صوتين، هو بيتشابه مع الديف تونج ان هو فيه صوتين لكن واحد منهم ساكن، فمش هقدر قوي اقول عليه ديف تونج. يعني الديف تونج لو عملته كده سيرش في ديكشنري هتلاقوا ان هو عباره عن تو باولز مع بعض، عشان كده ما حطيتوش في الـ في الـ في الكاتيجوري بتاعه الديف تونجز. anyways مش هيفرق كتير يعني. كده يا سيدي احنا نكون خلصنا صوتين من الديف تونجز، كده فاضل ثلاث اصوات من الديف تونجز. تمام، لو انتم متابعين معايا قولوا لي في كام لسن انتم شغالين عليه، يعني قولوا لي احنا وصلنا لغايه او مذاكرين معاكي لغايه لسن نمبر 2 او 3. انا اتمنى يكون لغايه لسن نمبر 5. ماشي، اشوفكم ان شاء الله على خير في اللسن اللي جاي، وانتظروني. باي باي.